وافد جاي للمقر باش يعبر على طلب موجه لنيدا تونس وقيادة نيدا تونس باحترام الالتزامات بمناسبة الانتخابات وهي عدم تشريك حركة النهضة في الحكومة إذا كان نيدا تونس وعد بها. هذا الطلب تاع الناس، ولهذا في العادة يوم أحد ماهوش يكون نشاط خارج المقر. هذا علاش احنا سجلوا الطلب هذا، نقدروه. سامحني يا مار.